بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ تصميم الليسينج. الليسينج شنو قلنا؟ قلنا هسه اذا كان هسه هذا كولوم متكون من قطعتين، هذا ها قطعه وهاي قطعه اخرى. هذا الكولوم ما يبقى فري واحده هنا، لازم اكو شيء يربط بيناتنا كي يسموه ليسينج، حزام او رباط. فاكو عده انواع من الليسينج. احد انواع الليسينج هو سنجل ليسينج، اللي هو هذا المفرد اللي يكون هذا بار من الحديد، شريحة من الحديد، وهنا مربوطة ببولت وبزاوية معينة يربط بين هذا قطعة هاي الفلانج وهاي مع هاي الفلانج بالضبط. هاي الفلانج الأولى وهاي الفلانج الثانية يربط بيناتهم. هذا الليسينج كمنظور من هالجهة الجانبي، من عين منظور جانبي. وبالنهاية تكون دائما بالنهاية ما يكون هذا قطع الليسينج يصير بليته كاملة. هاي في النهاية يكون بليته كاملة تربط بين الدبل شانل. هذا أحد أنواع الليسينج، قلنا سنجل هذا المفروض، أو قد يكون دبل ليسينج، حزام مزدوج دبل ليسينج يربط به خلال بولتات على الفلانج. هاي الفلانج هنا بولت، هنا بولت اخر، واضح. وكل مسافه معينه يوضعون قصد بليت، اللي هو هذا يسموها الوسطيه، قصد بليت اللي هي البليت الجامعه يسموها ايضا. بعض الاحيان لا، بين هذا الشانل وهذا الشانل شي يخلون perforated cover اللي هو البليت المثقب. هذا المثقب يكون وزنه قليل وانسب، perforated cover، او لا يربط عن طريق الباتنز اللي هاي قطع قطع من البليت كل مسافه معينه. فعده طرق بعمل الربط بين الدبل شانل. اهم شيء بالمقاطع ما تبقى فري، لازم اكوش ربط. هاي الليسينج لها تصميم خاص، لانه هاي مو فقط ربط بين القطعتين، يجب ان يكون تصميم لها خاص، لانه شافوا معظم الاعمده اللي كان بها فشل نتيجه ما يحصل بالفشل هنا بهاي الليسينج. هذه يصير بها فشل من مكان الفولتات، او قد يكون العرض مالته غير كافي، او ما تتحمل اجهاد القص، لان هنا حيسلط عليها قوه قص هنا. فلازم تصمم ضمن مواصفات معينه. من ضمن المواصفات اللي يقول انه المسافه بين البولت والنهايه لازم تبقى انج ونص. خلي هنا متطلبات التصميم، متطلبات التصميم ايضا القوه القص الفي لازم هذا الليسينج، يتحمل على الاقل 2% من قوه القص اللي مسلط على العمود ككل. وايضا من ضمن المواصفات الاخرى اللي هي مسافه الربط وقيمه ال اوفر ار اللي هي سلندرنيس مالته النحافه، لازم ايضا بنسبه معينه من سلندرنيس مال العمود. ايضا الكي ال اوفر ار مالته حدود من 140 الى 200. وقلنا ايضا ال اوفر ار مال هو ليسنج 3/4، ما يعبر 3/4 الى كامل كي ال اوفر ار مال العمود البلت اب which exceed 3/4 of governing value of the كامل انتاير بلت اب ممبر. من خلال ناخذ في المثال تصميمي للليسنج نقدر نعرف المتطلبات مال التصاميم الحزام للأعمدة أو الليسينج للأعمدة.
using the AISC specification and 36K SI steel design bolted single lacing, مفرد for the column of example 65. Reference is made to figure 16. Assume that the 3/4-inch bolts are used. إذن للمثال السابق اللي كان عندنا double channel المثال السابق هذا مال double channel خدنا قبل هذا المثال اللي هو double channel. مطلوب انه نصمم لهذا المثال ليسنج. اذا هذا قطع الليسنج هذا نصممه الليسنج اللي يربط دبل شانل والمطلوب سنجل ليسنج ايضا. فاول ما نبدي هسه المسافه distance between lines of bolt is 8.5 inch أقل من 15 inch therefore single lacing is okay. تبيلي هذا المثال السابق عندنا زي عندنا 12 inch هسه الليسنج لما اربط هنا أنا برغي وبرغي اخر الجي هي المسافة بين نهاية الشانل إلى سنتر مال بولت 1.75 إنج من الجهتين فنقص 1.75 من الجهة ومن الجهة الثانية 1.75 3.5 قد يبقى عندي المسافة مال ليسنج لازم عندي المسافة مال ليسنج تبقى 8.5 8.5 8.5 هذه ما دام اقل من ال 15 من ضمن المواصفات ما دام هاي المسافه 8.5 اقل من 15 فممكن استخدم سنجل ليسنج مثل ما طلعنا مفرد. اما اذا لا لازم هاي ال 15 اذا كان مسافه اكبر من هذه او يساوي لازم استخدم دبل ليسنج. اذا المسافه كانت كبيره من هذا الشانل وهذا الشانل المسافة كانت كبيرة والليسنج هذا أكبر من 15 فمعناته لازم أستخدم دبل ليسنج. فهذا المحدد الأول اللي هو أقل من 15 أقدر أستخدم سنجل ليسنج. Assume that lacing bars are inclined at 60 درجة. الليسنج هذا الشريحة مال الليسنج هذه ويا الشانل مالتي تربط ب 60 درجة نفرضها 60 درجة و 45 60 درجة باعتبار سنجل ليسنج فالزاوية من الليسنج والعمود 60 درجة with axis of member محور العمود. اذا طول length of channel between lacing connection ايش حيصير عندي؟ هذا جد الطول حيصير عندي هذا طول من هنا لهنا هذا من هنا لهنا 8.5 والزاوية عندي 60 درجة فهذا الطول ايش قد طلعة؟ عبارة عن 8.5 على كوساين 36 يصير 9.5 واضح ولا لا؟ هاي هنا قد المسافة طلاب هاي الزاوية هاي 60 يعني هاي 30 درجة هاي 30 درجة فهاي قد طوله 8.5 كوساين 6.5 هاي المسافة خلينا نقول نسميها هم تعرفون شلون طلعت هاي مسافة من هنا لهنا اكس من هنا لهنا اكس فاكس في كوساين 30 شو يساوي لنا؟ 8.5 الاكس شو حيساوي لنا؟ يساوي لنا 8.5
على كوساين زاوية 30 يطلع لنا 9.8. هاي المسافة مال الليسنج، طول الليسنج باتجاه طول الليسنج 8 طلع 9.8 انج. هسه اطلع الكي ال اور ار اوف 1 شانل بتوين كونكشن از 9.8 على ايش قد 0.767 يطلع 12.9. فنحسب هسه من ضمن الشروط الثانية مال الليسنج انه قيمة ال L over R مال الليسنج لازم اقل من 3/4 قلنا ال K L over R مال منبر ككل مال المنبر. ال L ايش قد عندنا طلعنا هسه مال الليسنج 9.8 حسبناها هسه هذا من خلال تقسيم 8.5 على كوساين 30 طلعنا طول الليسنج هذا طوله 9.8. الار ايش قد الار مال ار واي المينيمم مال منبر ار واي المينيمم مال منبر اللي هو من طلع من البروبرتيز مال شانل يعني هو نشتغل على مال شانل ليسنج شانل. فالار واي 0.762 فال ال اوفر ار المينيمم يطلع عندنا 12.9. لازم اقل هذا القيمه من الشروط مال ليسنج اقل من 3/4 الكي ال اوفر ار مال المنبر. الكي ال اوفر ار مال المنبر طلعناه سابقا بنفس الشيء السؤال السابق طلعناه يعتب لان هو نفس السؤال نحكي بيه هذا هاته كي ال اوفر ار مال المنبر 55.94. فمال ليسنج لازم اقل من 3/4 مال كي ال اوفر ار مال المنبر مال عمود. فبنطلع اوكي فيعتبر اوكي. هسه نجي نحسب قيمة ال V. الشير قلنا 2% تحمل الليسنج 2% من قوة الشير مال منبر ككل. فال V ultimate للليسنج اي فورس اون ليسنج بار لشريحة الليسنج ايش قد الفورس القوة ال V ultimate هو 2% 0.02 تايمز افيلبل ديزاين كومبرسيف سترينث اوف منبر لل عضو الانضغاط الانشائي للعمود. زين احنا ايش قد عندنا العمود يتحمل كلود هذا دبل شانل اللي صممنا عليه طلعنا البي التيميت طلعنا البي التيميت هو 631 كيلو باون 631 كيلو باون. ف 2% ايش قد من 631 كيلو باون اذا لازم الليسنج يشيل 2% 2.02 من 631 كيلو باون طلع 12 كيلو باون للليسنج. هذا الليسنج هنا وهنا قطعتين فمعناته هنا لك قوه هنا قوه حيصير فنصها على كل جهه حيصير 6.3 كيلو باون اللي هو هذا قوه القص on each plane of lacing لكل. الآن طلعنا إنه القوة اللي تحملها هسه هذا عندنا القطعة منها 8.5 مسافة وهذا الليسنج هو حيكون بالضبط اللي طلعنا طولة 9.8. فطلعنا هسه القوة هنا في الاتجاه 6.31 إذا طلع على الاتجاه هنا واضح. فهاي القوة كأنه حولناها ضربناها كأنه بالكوساين كوساين اللي هو المقابل على المجاور فبالاتجاه الثاني حيصير مقلوبة بالضبط حيصير يعني كأنه هاي القوة اللي هي هذه 6.31 شي يساوينا القوة هاي الاف خلينا نقول ما نعرفها في الكوساين. الكوساين ايش قد هو المجاور على الوتر 8.5 على الوتر 9.8 هو الكوساين.
مجاور على الوتر على الكوسين. فالافريج يطلع ان القوه يصير 6.31 في 9.8 على 8.5. فطلعنا قيمه القوه اللي مسلطه هنا اللي هي قيمتها حيصير 7.28 كيلو نيوتن. على مود اصمم هاي القطعه، يعني هاي هي قطعه الليسنج، هذه هي الليسنج، الليسنج هاي اللي اريد اصممها، هاي الليسنج. Properties of the flat bar، مواصفات مالتها، المومنت اوف انرشيا اللي هو بي تي تكعيب على 12، البي تي هذا زين. هسه احنا طلعنا طولها، ونريد نطلع هسه السمك مالتها هاي من هالجهة، هذا السمك باعتبار اريد اطلع على السمك مالتها. فالار الار شنو هذا؟ قيمة الراديوس اوف جاريشن مال من؟ مال هي هاي الليسنج اللي هو مومنت اوف انرشيا على بي تي. هاي تختصر وهاي تختصر، شو حيبقى لنا؟ الار قيمتها حيبقى لنا هاي 1/12 هاي البي ويل بي تي ويا تكعيب تي تربيع، ولما طلع من الجذر يبقى لنا تي، طلع لنا 0.289 تي اللي هي سالفة ما اعرفها. هاي قيمة الراديوس اوف جاريشن اللي لازم اني اطلعها. هسه اسيوم كي ال اوفر ار حدود هاي القيمة مال الليسنج ضمن المواصفات لازم اقل من 140، ماكسيمم فاليو قيمتها 140، همين ضمن المواصفات مال الليسنج لازم اقل من 140، فافرضناها 140. الكي ال اوفر ار الكي مالتها واحد باعتبار الربط مالتها حيكون ضمن براغي، يعني بن بن هنا أنا. بن بن، فقيمة الكي واحد، طولها الليسنج 9.8 طلعناها، radius of variation قد مالتها الار طلعناها من خلال انه يسوي لنا مومنت اوف انرشيا على الاريا الار 0.289 تي. فمن خلال لازم ما يتجاوز 140، ناخذ ماكسيموم هو 140، اطلع قيمة التي السمك مالتها 0.24، يعني تراي ربع اللي هو 0.25. هسه اجي احسب حسب اللي طلعتها، اطلع قيمة الكي ال او ار الحقيقية، الار طلعناها ربع، ربع فيها القيمة هذا الار، والكي واحد، والال 9.8، فطلعنا قيمة الكي ال او ار. اروح امن للتيبل 4/22، 4/22 على مود اطلع التحمل مالته. 4/22 من خلال هذا الكي ال اوفر ار، من خلال الاف واي اللي منطينا اياها بالسؤال مال ليسنج 36، هي منطينا اياها بالسؤال الاف واي، قيمة الاف واي هذا 36 كي اس اي، من خلال هالقيمتين اطلع قيمة الكريتيكال ستريس الاجهاد الحرج بالطريقة ال ار اف دي، طلع 12.2، اضربها في الاريا او اطلع الاريا المطلوبة، عفوا اطلع الاريا المطلوبة، ادي هذا الاجهاد الحرج، عندي قيمة القوة اللي يتحملها الليسنج 7.28 طلعناها، تقسيم هذا الاجهار طلعنا قيمة الاريا، الاريا انا عندي السمك مالتها، فاطلع العرض مالتها، هاي العرض من هنا لهنا، هاي العرض من هنا لهنا، لان هذا السمك من هنا للاتجاه نطلعيه اللي هو ربع هذا السمك، فبس اطلع تبقى هذا العرض، العرض مالتها 2.5 انش بار، طلعت الاريا، عندي السمك اللي مطلوب، اطلع العرض مالتها 2.5 انش،
فالبار اللي هستخدمه سمكه ربع وعرضه 2.5 وطوله لنا 9.8. هسه لازم هم اشيكه مينيمم ايج ديستنس البولتج اللي عندي يعني. يقول لي بالليسنج يربط البولت، منطينا بالسؤال 3/4 انج البولتات. ايضا من ضمن المواصفات المحددات مال الليسنج انه الفراغ اللي يبقى بعد البار لازم نستخدم او الانج وربع، انج وربع. فمينيمم لينث اوف بار اللي حيصير عندي، حيصير عندي طول الليسنج 9.8 مم طبيعي، عندي برغيم 2 فولت، فالفتحه مالتنا اللي حيصير عندي ويا الفراغ انجو ربع، فاثنين في انجو ربع انجين ونص و 9.8، فيطلع عندي الليسنج نهايته 12.3 انج. استخدم او ال 14 انج، فلذلك استخدم سمك ربع انج وعرض انجين ونص وطوله 1 فوت وانجين، الفوت لانه 12 انج، فقال قبل 12 انج قبل 14 انج، فيعني معناته 12 انج هو فوت وانجين، والاف واي قيمته 36. هذا تصميم الليسنج. اما بالاسفل قلنا دائما بالاسفل هنا بالنهايه، بالنهايه البليت يصير عدل، اللي يسموه هو شو يسمونه قلنا قصد بليت او يسموه تاي بليت، يعني ديزاين اوف اند تاي بليت، مال ربط تاي. مينيموم ليث اقل طول قلنا 8.5 هو الربط مالته، شو نضيف له 8.5؟ نضيف له 2 مال البراغي في انجو ربع، مثل ما ضفنا هنا البراغي انجو ربع، فش يصير طول بالاسفل، طول القطعه اللي بليت بالاسفل العدله 11 انج. السمك هو لازم مالته 1/50 من طول الليسنج، 8.5/50، فالسمك 0.175 اللي قال 3/16. اما العرض مال البليت هنا مو 8.5، لازم ينكتب ايضا مثل العرض السابق 2.5.